أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة. أشواق شبابية بامتياز. أشواق الخبر من قلب الحدث. اداره مرجان على الدعوه هذه وعلى خويا زين اللي جابنا هنايا كما شفتوا تفاعل جمهور لا جونس اللي كانت حافظه بريسك الريبرتوار ديالي وتمنى ما تكونش اخر مره. المهم جابنا مهرجان جابنا مرجان سي بون. اشواق اشواق يعلم الله اشواق دوك الدار دوك الطار ضربوا الرحمه هزوا العبر من بر اشواق. تبارك الله عليكم تبارك الله لا جونس كانت حاضره وهاد الشباب وان شاء الله نتمنى لكم تكونوا مازال من التألق والنجاح وتكونوا من الأوائل في السيد ديالكم إن شاء الله. حضر معنا دائما الحضور الكريم اللي عاشوا معنا اليوم امسيه فنيه متميزه وكنشكر دائما المنابر الاعلاميه اللي غطت هذا الحدث الكبير بحضور الفنان الكبير دائما مسمعير. وحنا كاداره دائما شركه زين للتنشيط التجاري والثقافي وكذلك الفضاء التجاري مرجان اللي حصدنوا هذا النشاط الكبير بالفعل بفنان كبير اللي بالفعل قدم دائما البومات فنيه على الصعيد الوطني والدولي. كنشكر كذلك الحضور الكريم اللي لبى الدعوه نشاط كبير دائما واداره دائما الفضاء التجاري مرجان اللي حصدنا هذا النشاط الكبير بدورها. كتشكر الحضور الكريم. شركه زين كتوعدكم ان شاء الله دائما بجوله فنيه في جل ربوع المملكه العزيزه وبحضور فنانين كبار ان شاء الله. غنخليو لكم المفاجاه قريبا. زورونا دائما على صفحه الفيسبوك زين 100%. كنشكر الفنان موس ماهر على هذا الحفل اللي دار احياء ديالو بفضاء تجاري مرجان. وكان وعدكم السفتي المدير الفني لشركه زين للتنشيط التجاري والثقافي بجولة على ربوع المملكة المغربية إن شاء الله رفقة ألمع النجوم المغاربة إن شاء الله. وانتظروا مفاجآت قريبا مع شركة زين للتنشيط التجاري والثقافي تحت إشراف مديرها العام أحمد زين والمدير الفني يونس برقاش. قريبا جولة عبر ربوع المملكة. تشوف علينا يا الله يا مولانا يا تشوف علينا يا الله يا مولانا يا تشوف علينا يا الله يا مولانا يا
تشوف علينا يا نساوش تابوناو معانا في لاشين يوتيوب وديرو جيم لاباج فيسبوك.